الحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في شان سوريا الاستاذ ياسر النجار. اهلا بكم استاذ ياسر الى استوديو الرافدين. لا يزال النظام وحلفائه يخرقون الاتفاقيات ويقومون بقتل المدنيين في مناطق خفض التصعيد، يعني ما الذي يريده النظام وهل اتفق الحلفاء على قتل المدنيين في سوريا؟ حياكم الله وكل عام وانتم بخير لكم ولمشاهديكم. حقيقة نستطيع ان نقول ان النظام يستغل حالة لا مسؤولية لدى المجتمع الدولي في أي حماية للمدنيين، لذلك النظام الذي عرف عنه مجازر ما قبل الثورة والنظام هذا الذي يعتمد سياسة العقاب الجماعي في مناطق المصالحات التي كانت روسيا ضامن لهذه المناطق، ليس من المستبعد أن يعاقب ويقيل كل هذا الكم الهائل من المتفجرات والقنابل في مناطق سيطرة الثوار. لذلك أنا لا أستغرب سياسة هذا النظام، وأعتقد وأقر أن بقاء هذا النظام يعني أن هناك مشكلة حقيقية للأمن والسلم في سوريا والدول المجاورة، ولن يكون هناك أي حالة اطمئنينة لدى الشعب السوري أو حتى للدول الجوار في حال بقاء هذا النظام على المنحى العسكري. أخص بالذكر تركيا التي تعاني الآن من مخاوف عمليات النزوح، لأن أي عمليات انتقامية تجري في مناطق إدلب التي هي على المناطق الحدودية لتركيا ستحمل تركيا مسؤولية إنسانية، وستكون تركيا في نهاية المطاف مسؤولة على أرواح المدنيين الذين سيلجؤون إليها ويلجون عبر الحدود السورية التركية. يعني أستاذ ياسر، إذا كانت المصالح الروسية الإيرانية متقاطعة في سوريا، ما هي أهم النقاط التي تقف لصالح هذين الطرفين؟ يعني لنقول بصراحة أن روسيا يعني إذا وثقت في أمريكا في ملف سوريا فحجم الثقة ستكون محدودة جدا أمام ثقتها بمرجعية إيران باتجاه روسيا. يعني إيران على المنحى الاستراتيجي لن تستطيع أن تخسر روسيا، وروسيا أيضا لا تستطيع أن تتحرك بدون إيران. تسعى روسيا على منحى الإقليم أن يكون لديها جناحين قويين، جناح الأقوى وهو إيران، كون أن إيران لديه مشكلة بعد حل الاتفاق النووي 5+1، وتسعى أن تكون تركيا هي الدولة الأخرى الجناح الآخر. ولكن بتصوري لا يمنع هذا الأمر أن يكون هناك منافسة على منحى المصالح. بصراحة وجدنا أن روسيا يعني تفهم طريقة التعامل على المنحى مع سوريا، على المنحى السيطرة على القيادات، على منح القيادة العسكرية أو القيادة السياسية، ووجدنا في نهاية المطاف أن روسيا هي التي تدير الملف السياسي باقتدار على يعني من خلال النظام. أما بالنسبة لإيران فإيران كانت تسعى وكان لها دور على المنح العسكري الميداني الذي تقلص في الفترة الأخيرة، والسبب التقلص ليس فقط الضغوطات الروسية أو المجتمع الدولي الذي يريد أن يحجم من دور إيران، وإنما بسبب الإمكانيات المالية والعقوبات الاقتصادية التي تمارس على إيران. ولكن نجد في نهاية المطاف أن إيران لديها أيضا يعني منافس قوة وهي منافس مدنية. إيران بدأت الآن تسعى إلى عملية تشييع بشكل كبير مناطق نفوذ لها. إيران تسيطر على المنحى المدني في مناطق المدن الكبرى دمشق وحلب، ولها دور مباشر مع المجتمع المدني على منحى التجار والصناعيين. إذا ما خرجت إيران من الباب عبر الضغوطات على الميليشيات العسكرية فإيران ستدخل من الشباك عبر التواجد على المنحى المدني. وأتصور أن روسيا لا تمانع هذا الأمر، كون أن روسيا ليس لديها ثقل وأدوات قوة على المنحى المدني. نعم، صحيفة روسية تقول بتقرير لها بأن الصراع الروسي الإيراني ربما وصل إلى نقاط خلاف حول يعني بالتحديد حول المناطق شرقي سوريا. ما الأهمية لهذه المناطق التي دفعت البلدين ربما لوجود نقاط خلاف بينهما؟ يعني أنا بتصوري بالنسبة لمناطق شرق سوريا فهي مناطق مهمة لإيران أكثر منها لروسيا. تعلم روسيا أن هذه المناطق تمثل نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطيع روسيا أن تحد من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية. إذن إيران روسيا بحاجة إلى إيران من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أكبر مكاسب لروسيا في مناطق أخرى على منحى المناطق المحافظات المركزية دمشق على وجه التحديد أو المناطق الساحلية. إذن يمكن أن يكون يعني في أعلى الطاولة
أن يظهر هناك موقف تجاذب ما بين روسيا وإيران، ولكن من تحت الطاولة نعلم أنه من مصلحة روسيا أن تبقى إيران كمخلب لها في مناطق الشرق، هذا من منحى الروسي. أما من منحى الإيراني فنعلم أن إيران تريد أن يكون لديها نفوذ، امتداد نفوذها من العراق إلى سوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط وأيضا لبنان، من أجل أن يكون هناك خطوط إمداد برية، وهي لديها مطامع أن يكون هناك عملية تشيع كبيرة في هذه المناطق على منحى العشائر. هذا الأمر مارسته إيران قبل الثورة وتعود الآن ممارسة. بانتظار الاجتماع المزمع عقده بتل أبيب بين واشنطن وتل أبيب وروسيا حول الوضع والأزمة السورية، هل من الممكن برأيك أن نشهد اتفاق ربما أمريكي روسي إسرائيلي حول النفوذ الإيراني في سوريا، ومن الممكن أن يؤثر على الوجود الإيراني في سوريا؟ يعني سبق أن قدمنا أن هناك تعاون إسرائيلي روسي قديم ليس بالجديد، وما كانت العمليات الأمنية أو الاختراقات العسكرية الإسرائيلية إلا بالتنسيق الكامل مع روسيا، قد يقل هذا التنسيق ويزيد، ولكن في نهايه المطاف لم ينقطع هذا التنسيق. انا بتصوري روسيا تسمح الى وجود اسرائيل معها من اجل اقناع الولايات المتحده الامريكيه لتقبل المقترحات الروسيه. الان اصبح الامر على ارض الواقع من خلال هذا الاجتماع، صحيح ان هذا الاجتماع هو اجتماع امني بامتياز، وانا بتصوري وجود الولايات المتحده الامريكيه لاعطاء صبغه سياسيه لهذا الاجتماع. في نهايه المطاف روسيا هي من تقدمت خطوات باتجاه إسرائيل لإقناعها، تعلم أن إسرائيل هي السفن المدلل للولايات المتحدة الأمريكية، وعبر تحقيق مصالح سياسية لإسرائيل في سوريا الجديدة أو سوريا القادمة ستكون الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن هذه المقترح. الأستاذ ياسر نجار المتخصص بالشأن السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.